لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيد الدعاء ايش؟ سيد الدعاء الحمد لله رب العالمين. سيد الاستغفار اللهم انت ربي، هذا سيد الاستغفار. اما الدعاء ايش هو؟ سيد الدعاء الحمد لله رب العالمين. طب ما فيش الحمد لله رب العالمين، ما فيها طلب، فيها طلب الحمد لله ما فيها طلب. قال فيها تعرض، فيها تعرض، بتعرض يعني انت تعرض نفسك الى الله عز وجل تقول الحمد لله رب العالمين، وكانك تقول يا رب الحمد لله رب العالمين، انت تعمل ماذا اريد؟ انا هون يا رب. ومثاله قال مثاله مثال الشحات السائل، واما السائل فلا تنهر. السائل ياتي على بابك يطبل على الباب، ماذا يقول؟ لله يا محسنين، لم يقل لك اعطني، شو بقول لك؟ لله يا محسنين. فقال لك يعني انت محسن فيعني لازم تعطيني. قالوا هذا من التعرض مثلا، كما يقول الله انت رجل كريم وتقصد به انت رجل كريم يعني اعطيني. شيخ مرتك بتحكي لك انت كريم احنا بنستاهل، وانا غنيه وبحب الهديه. شيخ امك بتحكي ولا زوجتك؟ غنيه وبتحب الهديه، احنا فقراء يا الله عز وجل. الان يقول ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله اكبر. الان قبل قليل قلت لكم الدعاء والعباده اجن وين؟ محل بعض صح؟ وهون نفس الشيء. قلتها قبل قليل. ادعوني استجب ان الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون عن دعائي. فالذي لا يدعو الله مستكبر. لازم تدعو الله. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله غضب عليه. من لم يدعو الله عز وجل غضب الله عليه عز وجل. إذا لم تسأل الله يغضب. كل أحد تسأله، كل أحد تسأله يغضب، إلا الله إذا لم تسأله يغضب سبحانه وتعالى. يحب أن يسأل ويحب أن يعطي سبحانه وتعالى. تكبر طبعا. والدعاء كريم على الله، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. الله كريم، الله بحبه لأنه كريم، لأنه حيي، ولأن الله عز وجل لا يرد سائلا. اسمعوا مني، العلماء نظروا في الآيات في الأحاديث وجدوا أنه ما في دعاء إلا ويستجاب للمؤمن ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. إذا كان إثم أو قطيعة رحم والعياذ بالله هذا الدعاء يصبح معصية. إذا دعا إنسان بمعصية فيأثم. أما إذا كان الدعاء فيه خير فكله مستجاب. ترى تقول اللهم أسألك الجنة، العلماء اتفقوا على أن هذا الدعاء مستجاب إذا كان بشروطه وآدابه. إخواني أخواتي، الدعاء، ولما قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا الرسول الدعاء وكذا وبين لهم فضل الدعاء، قالوا يا رسول إذا نكثر، قال الله أكثر، الله أكثر، بدك تكثر من الدعاء. وادعوا الله عز وجل باضطرار، لا تدعوا الله عز وجل باغترار، ولا تدعوا الله عز وجل من غير انكسار ولا اعتبار، إنما ادعوا الله عز وجل بالإقبال والانكسار والاستغفار والاعتبار. أقبل على الله عز وجل وقلبك منكسر. الدعاء يحتاج إلى انكسار، تذلل وخشوع. ما تدعو الله عز وجل وأنت متكبر. إن لن يستكبرون عن عبادتي. في ناس بدعوا الله لكن بدعاء مستكبرين. ما أداب الدعاء؟ سريعا، أولا الإخلاص لله تعالى، وهذا أدب في كل العبادات وفي كل الطاعات وهو واجب. من آداب الدعاء الوضوء. وسؤالي لكم، هل يمكن أن ندعو الله من غير وضوء؟
يمكن، لكن احسن وافضل وادبا شو بدي ادعو الله بدي اعمل دعاء، شو اعمل؟ توضا، تعال اقعد لك هلا صلي ركعتين واجلس ادعو، اعمل دعاء يكون اسمع واقرب للاجابه. ثلاثه، استقبال القبله زي الذكر كما ذكرنا قبل قليل. اربعه، قبل الدعاء، قبل الدعاء تب الى الله واستغفر، قدم قبل الدعاء استغفار وتوبه، توبه ورد المظالم الى اهلها، لان عدم التوبه وعدم الاستغفار وعدم رد المظالم الى اهلها سبب من اسباب عدم قبول الدعاء. ايضا من الاداب الجثو على الركب، الجثو انك تجلس على الركبه، ركب اقعد على الارض وبالقعود اللي فيه تذلل وخشوع. قال صلى الله عليه وسلم: اجثوا على الركب ثم قولوا يا رب يا رب يا رب يا رب. رفع اليدين حذو المنكبين، لهذا مع التذلل والخشوع والتمسكن، واشعر نفسك بالتذلل، يعني خلي ايديك هذول مفتوحات هيك، مفتوحات بحق. آداب، آداب يا رب، افتح اليدين مش هيك، اللهم اغفر لنا ارحمنا، اللهم عافنا وعافنا، تزبطش هذا مش دعاء. يا رب في تذلل تخشع. قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله ببطون اكفكم ولا تسألوه بظهورها، فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم. لا تسألوا بالظهور، الظهور قالوا فقط في الدعاء على الظالمين، دعاء للظالمين والمجرمين، الدعاء عليهم بهذه الطريقة، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر. لكن سؤال اسأل الله هيك، أنت بتسأل الله الرحمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يدعو ويسأل الله حتى يظهر بياض الإبطين، بصير يرفع إيده يا رب، بصير يرفع هيك حتى يظهر بياض إبطين من شدة التذلل والتمسكن. وإياك ثم إياك أن يكون الدعاء دعاء دعاء للمظهر، كل ما زاد عما في القلب فهو رياء، كل ما زاد عما في القلب فهو رياء. يعني واحد يرفع إيديه ويمل إلى آخره وإلى آخره، هذا هو هون مش مرفوع، هذا رياء والعياذ بالله، إنه ممكن واحد يضبطها. لازم يكون في صدق، أما إذا عملت هذا فهذا والعياذ بالله كأنك تدعو الناس ولا تدعو رب الناس. الدعاء ذكر، الدعاء طبعا الدعاء من أفضل الأذكار، الدعاء ذكر قطعا، بل الذكر من أجل الدعاء، هو الذكر غايته الدعاء. يعني الذكر أنت بتذكر الله كأنك تسأل الله من فضله، فكل ذكر ويقول سبحان الله هو دعاء، الحمد لله دعاء، كل صلاتك دعاء، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. عندما تكون قضية تفريج كربة أمة ونصر أمة مثل معركة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم هنا العبد نفسه بيكون في تذلل شديد وفي حاجة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إيديه وتنزل العباية وقال اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعده في الأرض. طب تصور شو الحال في بدر، الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع على 300 واحد، يطلع عليهم أبو بكر وعمر وعثمان، يا رب راحت العصابة هاي، لم يبقى أحد من المؤمنين، فتصور شو الموقف اللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. وذلك الآن ما أحوجنا إلى أن ندعو للأمة، لإخواننا، وتشوف إخواننا في سوريا في هالكربة، والله مش بدها رفع إيدين، والله بدها تمريخ وجوه في الأرض يا أخي، ونقول له يا رب بجاهك بجاه أسمائك الحسنى وصفاتك، والله تفرج عن إخواننا وأخواتنا في سوريا ولا في مصر ولا في الأردن ولا في فلسطين ولا في الدنيا كلها. لأن العقوبة اللي نازلة على هذه الأمة عقوبة تحتاج إلى توبة واستغفار وإلى انكسار. يا ريت اللهم اخرج منا
من يدعو الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل لتوسله وانكساره، يا رب اللهم أخرج منا من تستجيب دعاءه إليك. لأن عدم استجابة الله الدعاء، عدم استجابة الله الدعاء إما لحكمة يعلمها فيؤخرها، وإما لأن الناس لا يستحقون الإجابة، وفي كلا الحالين تبكي تقول يا رب يا رب يا رب ما يكون الأمة الأمة حالها بسببي أنا، تمأخر عنا النصر لأنه أنا اللي مأخرها بسبب معاصي، بسبب ذنوبي، بسبب ضعفي. من الآداب حضور القلب مع الله عز وجل، ذكرنا هذا، لازم يحضر قلبك. إن الله لا يستجيب من قلب لاهم غافل، لا يستجيب الله لعبد قلبه غافل. تحسين الظن والرجاء، لازم ظنك هذا أدب، حسن الظن، من حسن الظن أن تؤمن أنه يستجيب. يا رب يا رب، وأنت تعلم أن كلك أن لبيك عبدي، تحسن الظن به. والخضوع بين يديه، الخضوع والتذلل، أدعو ربكم تضرعا وخفيا أنه لا يحب المعتدين. التيقن من استجابة الدعاء، يجب أن تتيقن أن الله عز وجل سميع قريب مجيب، يجب أن تتيقن. يقول كان